ايه ده؟ الطريق مسدود. طب وبعدين؟ الراجل جال المقبرة بلعتهم، مش يمكن يكون فيه مدخل سري؟ ايوه، يمكن لو دوسنا هنا مثلا؟ ممكن جدا، لان ده اكيد مش فخ ولا حاجة. يلا دوس. اهو. حسونا بكار، احنا فين كده؟ اكيد دي قاعة الملك السرية. ايه ده؟ في نور جاي من هناك. ده البرع بيه واللي معاه. انا هتجنن، لا في سلاح سري ولا في كنز. ولفينا المكان والقوط كلها حتة حتة. انتوا جيتوا ازاي؟ زي ما انتوا جيتوا. اتصرف يا معلم عابد، احنا مش عارفين نخرج من هنا. يوه، قلتلك ما تقوليش يا معلم. اكيد مكتوب هنا طريقة الخروج، هنقولك اللي انت عايزه، بس خرجنا، احنا محبوسين. واللي هيجنني ان مفيش سلاح سري. سلاح سري؟ انت جيت لغاية هنا ومولت الرحلة الاستكشافية علشان توصل للسلاح السري؟ امال عشان العلم والتاريخ. انا كنت فاكر كده. البرعبي ما تفرقش معاه الحاجات دي، البرعبي كعبقري ما يهموش غير الفلوس. وكعبقري بقى، انت شايف ان السلاح اللي اخترعه الهكسوس من الاف السنين ده ممكن يبقى ايه بالظبط؟ ممكن يبقى سلاح خطير، ولو وصلت له تقدر تبيعه للدول وكده. طبعا. مكتوب مكان السلاح السري اهو، مكتوب هنا. مكتوب ايه؟ قول. السلاح الذي سيغير نتيجة المعركة، السلاح الرهيب المهيب. أيوة هو ده. هذا السلاح المقدس الذي تهتز له أوصال الأعداء وترتعد له فرائصهم و... ما تخلص بقى. المفروض موجود في الحجرة دي؟ أخيرا بقيت أقوى واحد في العالم. هو فين السلاح؟ المكان ما فيهوش غير السهم ده. وهو ده السلاح السري. مكتوب إن علماء الهكسوس اكتشفوا إنهم لو زودوا ريشة في مؤخرة السهم هتخليه يضرب بسرعة ولمسافات بعيدة. يضرب ايه؟ قنابل ويعمل انفجارات وكده؟ لا، يعني ممكن يصطادوا به الاعداء او البط المهاجر لتغذية الجنود. والكلام ده بقى ايام حرب الهكسوس واحمس. كانت احلى ايام. هو ده السلاح السري. ما بقى السري بقى، ما احنا كلنا عرفنا. يعني انا صرفت كل الفلوس دي عشان سهم بريش زيادة؟ في الحقيقة السهم ده ما فيهوش غير ريشة واحدة زيادة، وأعتقد إن اللغة الهكسوسية ما كانش فيها فرق بين المفرد والجمع. أنا هتجنن. مش مشكلة يا البرعبي، المهم دلوقتي خلينا في الكنز. كنز إيه؟ الكنز اللي احنا جايين علشان نستولي عليه. مفيش كنز ولا حاجة، أنا جاي عشان السلاح ده. أما أنت عليك خف الدم يا البرعبيه. البرعبيه ما بيهزرش. ثانية